مع انه انك انت ساخنه ووقفي، هاي اول مره بتوقفي من بعد جمعه، غنيتي كثير حلو. ايه طيب هلا بدنا نحكي لهايدي. يلا هايدي تعدي هون تتشوفي شو عم بصير هون، بس تكي بعدين رجعي محلك. كهربتك؟ بدنا نفرجيهم للشباب طبقة صوتك شو هي. هلا لأنك كانت الطبقة عالية وعم بتفكري كيف بدك تجيبي النوتة لقدام لأنها عالية، ما عدتي فكرتي بالأداء كيف بدي جيب تمي لقدام، عايزة امسك النوتة وما بتنلامي. أنا عم بقول لك ما بتنلامي، فهمتي؟ مرة تانية بتقولي أنا هاي عالية علي. أنا قلت عالية علي ونزلتها نص تون. ما نص تون، كان بدك أن تون إدمي بدك تنزلي. واحد ونص. أنا بزعل. بس لازم تعرفي، ما مش لازم تعرفي؟ أكيد أكيد. وأنت أنت بنت مهمة كثير، ما تستقلي حالك. بس اذا ما عملت لك الملاحظه كيف بدك تتقدمي؟ لا زعلانه منك. لا لا خالص بفكر حبيبتي. ايه معلي معلي سألي. والحياه رح تعمل لكم سيربريز كثير، مش كله شوكولا وبونبون وما بعرف شو. ايه في 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 اشياء كثير بالحياه، بس كونوا قد الحمله. وبدي منكم شغله، لما يكون معكم حق ما تخافوا من مخلوق، ما تخافوا من حدا. لو مين ما كان يكون بتقولوا له الكلمة يلي مش عجبتكم، بس إذا ما معكم حق بتقعدوا بالقرنة ولا كلمة. صوتك بياخد العقل، ما تخليني أزعل منك. بس تبلش بتحضر قبل ما تبلش الكلمة هيك، وبتعرض لأنها نوتة تحت نخنقها للنوتة. بتعرف شو كتعت لنهم؟ عشو؟ لا والله العظيم بخبرك. ايه؟ بس الاغنيه كلها حلوه. ايه؟ وكانت ما بتتوتر ولا تطلع، بس ما بتتوتر ابدا. وطيتها انتون وي العطلان هم، كنت بس اطلع فحضرت خدوده. اذا شفتي قبل ما اطلع حضرت خدوده قبل ما اطلع من تحت. ما عم بحكي عن هدولك. انا عطلان هم انا عم بحكي عن اول شيء ليك، ما مش خليني شمط لك دايتك. ايه بشمط لك امي انت يا عم بعرف. ايه بدك بس تكون بالقرار، بدك تعرض اول ما تبلش، لانه لما بتعرض خلص مشيت. لا بتعرفي شغلي. نعم. انا إيه انا معك 100% بالشيء عم تحكي، بس مدام على المسرح والتابلو صدقيني يعني قد ما فيي جربت اعمل، يعني قد ما فيي عم جرب طبق. انا بعرف انك جربت وبعرف انه غنيت في اشياء كثير حلوه عملتها، بس انا بدي مثل ما انا بدي كاملة. بدي كاملة. بدي تكون كامله من تحت لفوق تيقولوا واو. طيب خبريني هلا قررت هلا صار عم بحكي قلت انا ما عجبتني هاي ضعفت لك الطلعه هاي، لازم تعرفها. إيه؟ هلا انيس نسيم ليش دخلك بعيط لك على طول؟ هو اليوم انا اليوم لانه براسي على طول انيس. هو اليوم غلط اسمه مين هو؟ ايه صار نسيم. انا عيط له انيس. طيب نسيم تابلو كان بياخذ العقل بالفعل، حلو كثير. بس ليش ما فتحت تمك؟ معلش مين انا عارف اللي مفتحت مدير الضحكة. ممكن اقول لك شيء؟ مش فتحت تمي بالطبقات العالية والله، بس اقولها اشياء كثير هيك حسيت انه شيء انه سحبت لك اياها من تمك من عيني هيك خي رجعت. حاولت ما انسى شو حاولت؟ حاولت ما انسى شيء. بدي خبرك شغله، ركزت على كثير اشياء ركزت عليها من بعد، وملاحظات قالوا لي اياها على التابلو على التمثيل، يعني حاولت تركز عليها. ايه ما هيها. ايه بس ليك معليه بدك تفكر انه بريمو الصوت، بعدين الباقي كله. ما كان طالع صوت؟ صوت الناعم هيك ناعم هيك بلنني شوي هيك ترني تظهر لبرا. صوت حلو كتير، حضور حلو كتير، بس بدي أكثر أنا منك. يلا جمعة الجاي. هلا شو يا علي؟ ملك. ايه والله ليكو يمكن صوته أصغر صوت، بس عم يشتغل ماشي حاله كتير منيح.
شو ما بنقول له بيساوي، لانه بيعرف حاله انه صوته صغير عم بيعمل جميع الطرق تا يتقدم، وهو اللي عم يتقدم ملعبه. والله انتبهوا منه. ملعب. برافو علي. يلا بدك تشد حالك شوي، بدنا نغني، بدنا ننوع اغاني كمان. ايه لانه هيك، لانه تا يشوفوا القويه كمان. بركي هالجمعة شوف شو، إذا عطوك شيء لبناني ما بعرف، مش ضروري لبناني، التونسي مصري بدك إياه، بدك إياه. شفتوا؟ فوالا. هلا توا، هلا بس غنيت مع شاب خالد، أنت غنيت أكثر بشوي دخلك؟ أما إيهاب، إيهاب 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 إيه هو اللي غنى الأغنية كلها. اللي كنت ببص له هيك بس ما استنى بس. هلا الصوت عم بيظهر لبرا بس ما عم تعمل كوردينيشن بين الوقفة والصوت. هلا بدنا نجمع اثنين تنكمل على التمام. خلاص بدك تفكر بوقفتك، تعود على الرقص. وقفة كتير منيح. ورافائيل كمان بس يبلش. رافائيل عالدبكة، عالدبكة رافائيل، عالدبكة غنية لازم شعبية أو مش شعبية، كله عالدبكة. هلا بكرة شغله معي لرافائيل. بس مدام تفتح فمي، تفتح ايه ان بو ان اريير شوي، هيك هجوم، هيك هجوم حتى بمخي هذا. ختامها مسك. لا ما يهمك، مش مسك ابدا. ليكي في مطارح بين كثير منيح الصوت بالفعل، في مطارح اختنق الصوت، مشان هيك كان سورتو بالقرار. ما الفكره لانه عملوا لها ماينس 1 كرمال اقدر غني الهاي نوتس، اقدر غني العاليين بس فيك الهاي، بس فيك إيه اعلى. لا ما زبطوا العالي، بس الفكره اللي كانوا واطين صاروا اوطى. اي ما سيسا، فمشان هيك صرت ما عم بعرف كيف بدي إيه؟ افتح تمي كرمال يطلع. بتخليها طبقه هي ذاتها وبتطلعي، فهمتي؟ ايه بس خلص صار. هلا ما رأيت، بس الرقص كان حلو، حضور كان كتير حلو. بس هاي الفا هلا اذا ما حطيت سي بيمول لك بتصير، اذا عملتها دغري مينار بتصير ولا مينار. في شيء غلط كثير. قرب لعندي مروان تفسر لك هون بس تعرف وين السي. يحي اذا بدي ننزل نص درجه وين بتصير هاي السي بيمول. اوكي ما فينا نقول لا دياز ولا بأي حال يعني. نو نو سيلو لا دياز، بس هون سي بيمول. اوكي بالقطع في حدا لا سي دو فا سول فا مي من الطبقة. لأنه المؤلف طلب يحط سيبيكار وحط. بدي اخبركم شغله، هاي الاملة بدي اخلص اليوم اعملها. ما بدنا نتسلى. انت تمرين امره بدك. تدلل. تدلل.
خلاص وين 2 على 4 هيدي انطون هيدي زمن واحد واحد شو هل هيدي هيك بس لما انها حلوه وهيك غير شكل وصوتها حلو ايه كلها حلوه اسم الله برجع بعيد مي 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 فا صول مي فا صول مي مي فا برافو مي فا صول فا صول شفتوا كيف تقوى الدايمة؟ غلط قلت الحزوم في الاخر ما عارف انه صح قلت لك اياها قلت لك اياها قبل هلا عم تراجع يا مروان عم تراجع لا انا مره لا بلا برافو مره فاتت بص ليش بقى لا انا انا نعم حبيبي لك سكرت لك سكرت قلت لك اكسلون نسي الموضوع عامل ايه خلينا كده مدام على عوضينا على المحل منيح ذكرناها شفناها شوفي هالخط مدام حسين مرتين قلت لك ابوا وبامرك بتشيلي خمسه مثل ما انت